الايس كريم حقها، فعملت نفسي مريض علشان اخوفها. غلط يا سالم، ما دام كملت الايس كريم قم غسل يداتك، والا الجراثيم بتمرضك. لكن هل سالم فعلا بيعرف الجراثيم؟ فنحطيتي الصابون يا ام سالم. هذا هو الصابون، انا جبته يا بابا. تسلمي يا حبيبتي، تعالي تعالي نغسل أيدينا من الأوساخ ونقضي على الجراثيم بهذا الصابون. تسمعي هذا الصوت؟ هذا صوت الجراثيم تطلب النجدة قبل ما تموت. تنتشر الجراثيم حولنا في كل الأماكن اللي مش نظيفة. ها، شكلها مش مخيف. وهذه الجراثيم ممكن تقضي علينا بالأمراض إذا ما قضيناش عليها بالنظافة. مادام كملت الآيس كريم قم غسل يداتك، وإلا الجراثيم بتمرضك. هيا هيا الآن دوري أشوف. أستاذ، ممكن أروح الحمام؟ أيوة ممكن، لكن لا تتأخر. أيوة امشي امشي يا جراثيم. أيوة أيوة انقلعي، روحي يا جراثيم، روحي مني، روحي، امشي يا جراثيم امشي. أيوة الآن عرفت الجراثيم يا سالم. الجراثيم بتاكلني. لا لا، اهدأ يا سالم، اهدأ يا حبيبي. ها سالم ارتعب من كابوس. طيب كيف في الواقع؟ ها
مالك يا بنتي؟ شكلك قلقانة. سالم. ماله سالم؟ تصرفاته غريبة اليوم من الصباح. ايش من تصرفات؟ من لما رجع سالم من المدرسة وهو بيغسل كل شيء، حتى الجزمة. نفض فراشه قبل ما يبدأ المذاكرة، ورتب ومسح طاولة المذاكرة على غير العادة، حتى ما عاد بيلعب مع عزيزة مثل ما كان. أكيد حصل معاه شيء. مش مشكلة، بتكلم معه. إيش هذا؟ إيش هذا الطعم الغريب في الفاكهة؟